ومن منطقة ساخنة في العراق إلى أخرى في سوريا، حيث شن مسلح المعارضة السورية هجوما واسعا على المناطق الشرقية لحلب التي تسيطر عليها القوات الحكومية في محاولات لكسر الحصار. ويوم الأحد دخل القتال يومه الثالث، وتعرضت عدة أحياء للقصف في المناطق التي تسيطر عليها القوات الحكومية. في يوم الأحد الماضي استمرت أعمال مسلح المعارضة السورية في منطقتي جنوب غرب حلب وشمال غربها، وإن هذه المعركة هذه المرة مماثلة للمرة الأولى لحرب الاختراق في أوائل أغسطس، فلا يزال مسلحو المعارضة السورية يركزون العمليات في المنطقة الجنوبية الغربية. وفي نفس اليوم شن مسلح المعارضة السورية هجوما عنيفا على القوات الحكومية السورية بمنطقة سكنية يقطنها 3000 مواطن، ثم انسحبوا من المنطقة بسبب وصول تعزيزات القوات الحكومية. وبالإضافة إلى ذلك، قد صدت القوات الحكومية مسلح المعارضة السورية في غرب الأكاديمية العسكرية واستعادت بعض المعاقل. ووفقا لبعض التقارير، فإن العمليات الجوية للقوات الحكومية قد زادت في حلب بشكل ملحوظ نظرا لتحسن الأحوال الجوية. أما عن خط الإمداد الوحيد طريق نساي الذي تسيطر عليه القوات الحكومية، فقد شن مسلح المعارضة هجوما مفاجئا على قوافل الإمدادات التابعة للقوات الحكومية.